كهربة تمشي، كهربة تجي، كهربتنا جديدة. هذا الهشيش سومها 99,900,000. نجم تكون من نصيبك انت اللي تتفرج فينا. سهل برشا، تبعث لنا اس ام اس، تكتب فيه حرف ا وتبعثه على الرقم 85810، ا تبعثه على الرقم 85810. حظ سعيد للجميع. نتابعوه في السلسله الكوميديه ابن خلدون على قناه الحوار التونسي. جيب حدانا باش نحكيو باكثر تفاصيل على ابن خلدون، وان شاء الله مبروك نستقبله بحب كبير بسام الحمراوي. متوحشينك الناس. والله حتى انا متوحشهم، عندي برشا ما ريتهمش. توحشكم يا الاولاد الكل. لكن تكنيك صحتك يا ابو صح. صحة شريبتك؟ يعيشك ربي يفضل. الناس بسام تعلقوا برشا بسنكوح. هاي. والصعيب برشا انك تخرج ناس من كونفور نتاع راحة، نتاع نبرة صوت، نتاع جيستويل، نتاع ضمارك الشخصية هذيك. كان صعيب بالنسبة لك أنت ولا تحب توفيه سنكوح، تحب تنحيه؟ لا سنكوح أنا نحبه، أنا راهو خاطر فيه بارتي سنكوح، راهو ماهوش الريش، سنكوح نية برش، فهمني كيفاش؟ وفي جانب، في جانب يمكن بتتر عندي أنا زادة منه شوية، أنا خاطر أنا خاطر هي التسنكح عقلية، فهمني كيفاش؟ معناها أنا عندي شوية ضربات سنكحاسيون في مخي ساعات نعملهم، فهمني كيفاش؟ بالنسبة للسنكوح لا باهي، واحد كي يبدل، اخذر لي، واحد كي يبدل يلعب برشا أدوار ما بين الدراما وما بين الكوميديا، وفي الكوميديا يعمل برشا ألوان ما بين الكوميديا السوداء، ما بين الكوميديا الإكلاتي، ما بين يعني ماهيش خايبة. أما إذا كان مثلا شخصية، خاطر فما مثلا فنانين كيما مستر بين مثلا، أقرب شخصية لي شخصية مستر بين اللي عملها، فهمني كيفاش؟ كيما شارلي شابلن، فما شخصيات ما يموتوش، كي يحبوهم يقعدوا يستنوهم، فهمني كيفاش؟ أنا خممت سنكوح ينجموا زاد نخرجوه من إطار السيت كومات، نجم تلقاه مثلا في السينما، تلقاه مستقل بذاته في السينما، عنده مغامرة معينة تنجم تجي تشوفوا شنو هي المغامرة ولا الكارثة اللي باش يعملها، فهمني كيفاش؟ أما ما يلزمنيش نقعد كان في سنكوح، خاطر نحب نقول كوني راني نجم نعمل أكثر من حاجة، معناها صحيح هذيك عملتها وجي إكسيلي فيها وعجبت لك أغلبية الناس، أما زادة نحب ومن حقي زادة نعمل برشا حاجات أخرى. كأنك زادة في الكوجينة هذه، مثلا أنت مثلا عندك مقرونة هبال، أما مش باش تقعد حياتك الكل تعمل مقرونة، لازمك تعمل كسكسي، لازمك تعمل كسكسي مثلا باش يجي أقل شوية بنة من كذا، ولا الملوخية باش تجي كذا، أما لازم تعملهم الكل، لازمك تنوع، لازم تعملهم. تبحث على شخصية تقتل شخصية سنكوح ولا لا؟ لا تفوق عليها؟ لا لا ما نحبش نقتله، علاش؟ أنا ما نحبش، علاش تقتل فيه؟ تحبوا يرجع؟ يرجع هاي تو يرجع رمضان الجاي اللي بعده اللي بعده اللي بعده. انا عندي مشكل مع الانتاج في شهر رمضان. علاش الانتاجات الكل تكون في شهر رمضان؟ انا واحد من الناس ماذا بيا القطاع السمعي البصري في تونس يتبدل، وانا غايتي انه يتبدل، وانا بديت بخطوه من عندي، فهمني كيفاش؟ ما يسالش، قلت هات نجرب ونغامر خارج الانتاج في رمضان، هات ننج وسط العام، هات خلي العباد تستانس، خلي العباد تولي تشيخ، خلي العباد تفرج في سيريات وسط العام، خلي مثلا نقول احنا الجام في عندك حلقه، في عندك مسلسل فيه 15 حلقه، فيفري عندك ينتظر فيك مسلسل جديد، يا خويا عملوا لنا حتى دي ميني سيري حتى بتاع 4 حلقات 5 حلقات 6 حلقات، خلي العباد تتفرج، شوف نتفليكس تلقى سيري فيها 5 حلقات، اما العباد تشيخ تتفتق تحب تتفرج، فهمتني يا خويا؟ ما تعمليش 30 حلقه وبرشا امكانيات وبرشا مصروف، اعملوا لنا حاجات تونسيه، حاجات باهيه نحبوا نتفرجوا وسط العام، هاني انا كمواطن تونسي نحب نتفرج في وسط العام. هاني راجع لسلسله ان شاء الله مبروك، هاي. اللي هي فكرتك، هي البيبي نتاعك اللي قاعد تكبر فيه بشويه بشويه، في نفس الوقت نلقاوك في ابن خلدون مع كريم ومع جعفر بالاساس، قداش راضي صناع على الخدمه؟ والله بالنسبه يعني... مئويه بالنسبة يمكن 60% 55% حاجة كيك. أنا ما نكذبش عليك، أنا تعرفني هادي، أنا كذا نبداو قاعدين نكرر روحي في التلفزة نبدل، ما نحبش نحشم، ما نحبش نتفرج في روحي، فهمتني؟ وديما نعتبر كونه نجمو نعملو ما خير،
ديما في اي في اي مشروع نخدموه ديما راهو فما نجمو نعملو مخير، نجمو نحسنو، نجمو تجي حاجه مخير. فما منطق مزدوج، المنطق هذايا وقت اللي نعمل عمل كوميدي يعجب ولا ما يعجبش، نتسب ولا ما نتسبش. فما برشا ناس دخلوا الكوميديا خرجوا محطمين نفسانيا بحكم انهم كلوا برشا سب من عند الناس. تدخل انت بالمنطقه هذه ما تحبش تتسب، تحب حتى لو عملت عمل ماهوش كلي ناجح على الاخر كلي ما تتسبش. بيان سور انا ما نحبش يكون يسبني معناه، فهمتني؟ تنتقد اي مرحبا، ولا انتقاد ولا ملاحظات مرحبا، اما توا الترافيه هو سب جراتوي، فهمتني كيفاش؟ بالطبيعه انا ما نقبلوش. انا ما نكذبش عليك، اخزل شنو نعمل. انا كنت نشارك في مشروع نحاول نعطي ما عندي، نحاول نقدم. راهو في نهايه المطاف ساعات احنا نهولوها راب بلاتوات وكذا ودرج سيني كان في تو معناها، ما هو الا مسلسل. اذا كان عجبك كونسومي، ما عجبكش شوف حاجه اخرى وكهو. وخليني فيش نقول انه وخلي التنوع باهي. تو مثلا اللي ريته انا في رمضان السنه فما برشا تنوع، فما برشا مندوات، فما برشا ما بين برشا قنوات، فما اختيار. خويا انت تحب هذا، فما عباد تحب هذا، راه مش معناها انا هذا عجبني معناها الاخر راهو ما يعجبش العباد. اتونسيون، راه فما عباد تتبع في الشيء هذاك. كيما انا خلينا نرجعوا للماكله، خاطر في رمضان انا نحب الملوخيه مثلا، نعرف شكون قال لي والله لنا كلها، مش معناها الملوخيه خايب، انا تعجبني عندها جمهورها الملوخيه، هو فان بالعجه، فهمني كيفاش؟ يعني خلينا نكونوا خلينا نحبوا بعضنا بالرسم، بالحق نحبوا بعضنا. تعرف شنيا في رمضان هو متسمى عليه شهر التسامح وشهر وشهر الفضيله وشهر بالحق. توا انت هالهجمات وعباد تسب في بعضها وعباد تدز وعباد علاش؟ حكايه فارغه، اقسم بالله سيبوا عليكم يا عباد. يا ودي ما هو الا جرد مسلسل، عجبك تفرج، ما عجبكش ما تفرجش. كاينك انت انا مديت لك ماكله، كان عجبتك بنينه كمل كولها، كان ما عجبتكش دز الصحن كي وزيد شوف حاجه اخرى كول عادي. معناها ما نهولوش الامور، ما نهولوش الامور. بسام قداش دخلت في السلسله هذه؟ والله الحق نتاع ربي السلسله هذه انا ما نكذبش عليك، انا كنت لاهي بسلسله ان شاء الله مبروك اكثر. يعني انا ما شاركتش في الكتيبه، ما كنتش معناها ما كنتش حاضر معاهم من الاول في البروجي، اما انا كنت حاضر على الـ على الريونيون الاولى نتاع المشروع هذايا اللي اسمه ابن خلدون، واللي فيه تكريم لعمال النظافه، واللي فيه الكذا، فهمتني؟ وحكينا فيه شوي. باش نحطك قدام وضعيات. ايوه. وقل لي انت موافق ولا ماكش موافق؟ سهلة، نحبهم اللعاب هذوما. باهي. السلسلة أنه يكون عنوانها ابن خلدون. أنت موافق ولا مش موافق؟ لا مانيش موافق. ولقينا راهو اسم وما فهمتش علاش، خاطر في الأخر أنا تفاجأت كريت اللي هما معناها خرج تيتر ابن خلدون. هما كانوا يحبوا يسموه وقت حكينا قعدنا نلوجوا على الاسم، اسمه أصحاب المصالح. أصحاب المصالح. أصحاب المصالح ما بين المصالح والمصالح اللي هي الشيتا، معناها رمز لعمال النظافة اللي ينظفوا بها البلاد واللي يكنسوا بها البلاد واللي ينظفوا بها، فهمتني هذا شنو هي النقصد؟ اسمك يكون الأول في الجينيريك. والله لاني موافق لاني مش موافق، والله والله الأمور هذه لا تعنيني، تودي تحطني الأخر، تحطني من الأول، تحط وأنا بعد اكتشفت اللي هما حطوني الأول، خاطر أنا وقت تفرجت في الحلقة ما حضرتش على الجينيريك، خلطت طول، خلطت طول نلقاه يذولي في السيكونس الثانية، ما ريتش اللي أنا حاطيني من الأول، أما ما يقلقش، أنا واحد من الناس، مانيش من بين الممثلين نقول لك أنا لازم تحط لي اسمي هكا ويزم يبدا كبير ويقعد أربع سكوندات وده، أنا خاطر ما يعنيش، خاطر انه اسمك يكون محطوط في بطريقه معينه ولا كذا، انا نراها حاجه عاديه، انا اعطيني العباد شيء خلال ادائك في الشخصيه وكهو. جعفر قال انا قلت لهم حتى ولو انه انا اقدم شويه في المجال، قال قلت نحب كريم وبسام قبلي انا. ما نسيش والله يعطيه الصحه، قلبه كبير، ربي فضله، ميرسي بوكو، وكهو شو نقول له معناها؟ انه فما شويه اكسيون، فما عصابات. تو يزيد عليها فلوس كي يحطوا كسبك من الاول. قدر. يبي. قدر. عز بقدارك يا سي جعفر. انه فما شويه اكسيون، انه فما عصابات في السلسله. موافق عليها ولا لا؟ والله مانيش موافق عليها، والله حكيت حتى مع اداره الانتاج، قلت لهم يا ودي راه عملناها في دنيا اخرى ثلاثه ولا شنو هذيك العصابه جايه من ايطاليا ومع ميغال، وقلت لهم راه سابا مارشي وفرودا ودرا شنو عملناها في معناها
مرة أخرى وقتها مع شادلي عرفاي وهم عصابة وهو ولد بحر ولد قزاز والشنية وكذا ومافيا ما مشيتش بالقدية بالقدية اللاكس انت العصابة ما يمشيش معناتها ما تمشيش خطر ما يش كريدي بالمعناها ويلا استعملناها قبل ومتاع ديجا فيو فهمت شنية وما نكذبش عليك أنا علاش أنا حسيت مفارقة احنا باش نحكيه على واقع معناها اجتماعي ما مش نمشيو في حاجات اجتماعية أكثر نلقى روحي معناها في مافيا ما أنا عمري ما ريت واحد من موتور يز فرد في دور في تونس تو معناها فهمت شنية معناها هي نمشيو في الاجتماعي اجتماعي نمشيو في فانتازيا ولا نمشيو في حاجة أخرى تكريم عمال النظافة موافق على الفكرة ولا مش موافق أنا موافق هذيك أكثر حاجة شخت عليها محلية على وتعرف علاش على خاطر أنا أول أنا في بيك الفضل اللي هرجع أني موجود في التلفزة اللي عمال النظافة مش أقول لك علاش على خاطر عملت مسرحية مع فيصل اسمها سيبني نحل سيبني نحل مذية بالتنوي متاع عمال البلدية مسرحية ميم وعرضنا قدام عمال البلدية ومن غير حتى كلمة وفهمونا وضحكوا وصفقوا علينا وقتها كي استدعونا في الحوار باش نجي وكل شيء تلمو ما عندنا ما نلبسوا لبسنا التنوي متاع المسرحية على أساس زعمة فازة جايين بتنوي المسرحية اللي هي كل لبس الخضرة الكومبا متاعهم وكل شيء مشينا وقتها اللاك قبل نوفل ورتاني قالوا لنا مش نستدعاكم احكيوا لي كيفاش هذايا المسرح والميم ودرشنو عملنا له مقطع من المسرحيه وقتها زاد قابلنا سامي قال اقعدوا على جنب خاطر وقتها بداوا يحضروا فينا باش يكاستيونا باش نوليو نخدموا في برنامج وقتها لاباس باش مع جعفر وجماعه خاطر الشيخ وقتها خرجنا بنيوز العالم والجو هذاك دونك سبب الشهره هي المسرحية اللي خدمنا فيها عمال البلدية به انت وكريم تلبسوا دي بيروك موافق عليها ولا ليه؟ اي موافق علاش ليه؟ يقولوا ان الممثل الباهي ما يضحكش بالاكسسوارات اي والله اسمع كلام خزلي ضي راهو فما كلام عرفتوا كل دي ستيريوتيب يلقاهم هز حط كي الممثل الباهي لا كذا لا يوجد دور كبير ولكن يوجد ممثل كذا لا ادري شنو يعني حجيرات مغلى وضربات لغه فهمني كيفاش والله تنجم راه تعمل كومبوزيسيون تنجم تعمل فهمت تنجم فما شكون مثلا في الباران واحد مركب جداق اسمه فهمت شنو يعني معناها ماهوش جداق وبالرسمي عامل اوكي فهمت اما ها ممثل كبير هذيك اكسسوار اوكي الاضحاك بي والله يسمعني الاضحاك ها وشر لي شبن بعكاز وواحد بطربوشه خذلي يا تقبلها يا عجبتك شربتها يا ما عجبتك شوفيت الموضوع وكهو علاش هذا تعكز على هذه ولا هذه تعكز على هذه ولا فهمت راهي فما انواع نجم احنا خدمنا شخصيات من غير كذا من غير بيريك مثلا اساس بوساكا ولابس بش عادي مثلا حفناوي شعري نورمال ووجهي نورمال هذه فقط لبست فيها بيريك معناها ماهيش قديش تعطي عدد لكل ما يقدم في التلفزة من باب الإضحاك؟ أعطيهم عدد برشا بوس وبرشا حب وكانوا مقنعين في الضحك؟ مادامهم يخدموا مادامهم خدموا قدموا مادة للجمهور التونسي يرحم الله والديه قبل ما نمشي للانتقادات اللي جت من الزملاء وهي انتقادات ناخذوها بعين الاعتبار باش نلعبوا مع بعضنا لعبة اللعبة هذه اسمها ركح الطاولة بس اللعبة نتاعنا ايوه متعودين عليها ما يلزمش الطاولة تطيح دونك باش نحضروا سفرة رمضان ايوه من غير ما تطيح الطاولة ما هي فما حاجة إذا كنت تحط صحفة ما تحطش صحفة إذا كنت تحط ما تعاندنيش في اللي أنا حطيته باهي أنت مانيت مجاوب معبين بالشربة وجايبين شوف ديما تحط مع بعض ها نايس شوف الفازة هذه خوخو حط لا لا يرحم والديك مش حاجة انت شنو حطيت
عمل كين ما ناعمة الجمعة اللي فاتت تصيح. علاش؟ خو انت عاود تفرج رهنتك. هاي بشيلي خويا برا سربي الطاولة برا في الجماعة استنوا هاي. والله كيسة ها؟ شوف باش نجرب هذيا ومن بعد إذا كان بار جرب. جست تجرب ها؟ لا عاد ما فهمت تجرب امشي عاد كم؟ كم؟ في قولك هاي؟ يا خواف يا خواف يا خواف اسمع اللطخ اسمع اسمع اللطخ اسمع اللطخ والله كاسح ها كاسح بسام عبش نصعب عليك متخيل كيفاش تعيش في الدار انت هكا انا هكا نحس يبدي يترن عليه ماذا قبل ما يجي وانا نحسه مهبول ساعات اقسم بالله طاق اسمع لا تخسم تو استويت وليت به تو نجم نفطر ها تنجم تحط فوق بعضها حصل فيا حصل فيا بلاني باش يطيح هذيك حسيتك تحصل فيا باش نطيح هذيك مك شجاع مك شجاع باش تحبني نعم نعطيه دماغ لا انا انا قاعد نصلح اللي تعمله انت تو انت تعوج وانا نستوي صحن زيتون بالله تفضل العوج لا شموت على العوج شموت على العوج بسم الله طاح شيء ما طاح شيء هي لازم الكل تتقلب فريمون فريمون قال كلمة هذيك مش فازة تفجعت بالرسم عرفتك تطيح يحسب روحه يتزرزح انا زعما عملت هيك يا اخي شنو كملها
مش تمنع الطاولة؟ خي منعت منعت أين طارت؟ كان هذا بسام الحمراوي في ركح الطاولة. بسام الحمراوي نمشي للانتقادات باش نمشي لولاد الميدان. المنجي العوني قال أنه السلسلة ما ضحكتوش. كيفاش تقرأ التصريح هذايا؟ عديد تصريح راهو ساعات لا يتحمل عديد الاوجه، معناها هو ما ضحكتوش كما قلت لك بكري، معناها اذواق، معناها النجم هو يشيخ على نوع كوميديا معين، يشيخش على جو هذا ما عجبتوش ما عجبتوش. انت لو عمل ما عجبكش تقول ما عجبنيش؟ والله اسمع ما تفرش فيه وكهو، علاش علاش نقعد معناها انا لا اتجرأ اني نقول مثلا هكاك، علاش؟ خاطر ممكن ياسر نجرح عبادهم مغرومين به ولا يحبوه، معناها فهمت؟ تصريح كيما هكا يجرحك؟ والله بتتر قبل لما تو، والله صدقني لا عاد يجرحني شيئا ابار الكزيز، اما ما يجرحني. منجي العوني في ديما لاباس صنف روحه على اساس ملك الكوميديا، وفي لعبه فرق مجموعه من الالقاب. لما جاء بسام الحمراوي قال بسام الحمراوي نحطوه على اساس الكوميديا. كيفاش قريتها انت؟ والله والله عادي مرش. هو حب على اساس كانت شهريه باهي ما يسالش حتى مشكل، نعسوا له على الكوميديا حتى كعبت الكوميديا واحنا نعسوا عادي من. بالعكس شرفتني ما حتى مشكل. في نفس اللعبه نذكر انه حط كريم الغربي امير الكوميديا. يا ودي نعس لهم على كعبات الكوميديا بتاعي، انا قلت لهم هو مو هو الاخر امير واحد، حط الكوميديا وانا زلات ونعس لهم على الكوميديا شهريه بايز ماني طلب شيء بالدنيا. سالته كيف صبوا عليه، سالته وقت اللي جاب حدايا في موزايك منجي العوني قال لي لم اقصد بها التقليل من قيمه. لا ما نتصورش اغزل هو قال وانا ما هو كانوا في حارس الكوميديا. اي شوف انا نحبه برشا، معناها انا عمري ما معناها في اي حوار عمري ما عملت ديكلاراسيون هذي. السيد هذاك انا نحبه برشا، هو نور الدين بن عياد، بابا يحبهم برشا، شيخ عليهم برشا، امي كيف كيف، معناها يتفرجوا معناها نتفرجوا فيهم ونعرفوهم وحافظهم من سكتشاتهم والخدمه نتاعهم وكل شيء، وهو فنان. وانا نعتبر كونه الفنان صحيح ديما عنده احساس مرهف واحساس رقيق وكل شيء، ما نتصوروش اللي هو حب يجرحني ولا يستقصدني ولا قابلني نهار ولا انا عامل له حاجه ولا هو يحب ينتقم ولا هو بالعكس، هو تصوره وكيكة هو طبيعته حاب يقول كلمة وكهو يمكن بتتر تأولت ولا، أما ما نتصوروش، أنا ما نتصوروش، أنا ديما نعطي الأعذار للعباد، أما ما نتصوروش يقصد حاجة خايبة. يونس الفارح أي. قال ابنه خلدون مش مفهوم وما شدنيش وانا نتفرج فيه والسبب يمكن أن يكون ضعف واضح في الكتابة. يونس ما فهموش، لا يفهموا ولاد صغار فهموه، معناها نقولوا سي يونس اعمل مجهود وفهموا كما احنا عملنا مجهود باش نفهموا الخدمة نتاعك، اعمل مجهود ما تسالش بس على بالك وفهمنا ايش حبوا نقولوا. معناها هل فما فعلا ضعف في الكتابة؟ في اخزر لي السيناريو الكل فاهم ضعف، معناها ماهيش معناها الحاجة الوحيدة بتتر الموجودة اللي في العالم الكل اللي ماهيش ضعيفة هي القرآن الكريم، هذاك ما نختلفوش فيه، اللي هذاك كل حاجة فيه مطروزة، فهمتني؟ الكتابة معناها تنجم تتوفق فيها، تنجم تكون ضعيفة، تنجم تكون قوية، فهمت شنيا؟ أما ما نصورش كان كل السيكونس ولا كل الحلقات معناها بنفس، فما ساعات تمشي تلقى حاجة ناقصة شوية لهنا، هذه كرهرة تزيد تخدم، أما مش ما تفهم الجملة، خاطر مانيش نغوتوكي كوت تاتو تاتي بالغاية، مانيش نحكي بالجابوني انا خويا، قاعد نحكي بالعربي قدامك، عمال بلديه ويا فلان ويا سيدي عمل لي هكا وسيدي هكا، فهمت؟ تحيه ليه بالله بالنسبه لي. نتجاوزوا التصريحات هذه نمشي الى مطالب. فما ناس تقول لك يا اخي يا ليت جعفر
وكريم وبسام يبعدوا على بعضهم، كل واحد ياخذ ثنية وحده. إيه بيه مش مشكلة. هو جعفر عمل حاجات وحده وعمل حاجات مع عباد آخرين، عمل حاجات فهمت معناها عادي، معناها مانيش مانيش مزدودين بالسكوتش راهو معناها سنة. أنا في بالك أنا سنة أول مرة نخدم مع جعفر معناها. خدمت معاه في روبيلوت؟ إيه فيلم سنة زاد. فيلم؟ فيلم ويمكن سنة. نجاح الفيلم هو اللي خليكم تستثمروا الثلاثية. يمكن إيه يمكن. أما أصعب الكوميديا لما تكون اثنين ولا ثلاثة؟ راي ثلاثة صعيبة راي، خاطر أنت كتدور في العالم كل الكوميديا فيها يا بروتاغونيست واحد ولا ديو، معناها صعيب ياسر راك مش تلقى ثلاثة مع بعضهم معناها فهمت. دونك ديما تلقى أنت شوف الأفلام الكوميدية كل يا إما عندهم بطل برك يتبعوا فيه ويلا ديو مختلفين نقعدوا نتبعوهم، أما ثلاثة راي صعيبة برشا. علاش؟ خاطر كي باش تبدا تخدم أنت أتروا يعني فما ديما البوا والكونتر بوا، الوسطاني ساعات ينجم يضيع ما بيناتهم، فهمني كيفاش؟ بسام تفضل انت واحنا غدوه الحلقه الاخرى من ابن خلدون، تفضل موسم جديد لابن خلدون والا تفضل تنطلق في تجربه اخرى جديده رمضان 2022. انا والله كما فسرت لك في الانترفيو الاخر هذه ماذا بيا نولي نخدم برشا حاجات، ما عادش نحب نقعد نلكلك في فهمت، ديما نحب ماذا بيا ديما نزيد نكتشف حاجات ما خير. توا هذا فهمنا الابعاد نتاعو، انا واحد من الناس بالطبيعه هما الاداره ما عادش شنو باش يعملوا فهمني كيفاش، كانوا بالطبيعه وجهوا لي الدعوه واحد دي. اما انا ماذا بيا حاجه جديده، ماذا بيا ننطلق في مغامره اخرى جديده العام الجاي في دراما في كوميديا اخرى في حكايه اخرى. ديما والله ما نكذبش عليك وليت ديما نحب نجرب حاجات اخرى. باهي سلسله ان شاء الله مبروك. هاي باش تتواصل بعد رمضان ولا ليه؟ ان شاء الله باذن الله السميع العليم، احنا بدينا نصوروا فيها توا مازالوا خاطر مازالوا فيها 7 حلقات من الموسم الاول ان شاء الله. نرجع بعد رمضان يعني اول اثنين بعد رمضان ان شاء الله نورمالمون ان شاء الله، خاطر توفى السيزون توفى فان جوان معناها. دونك مازالوا هكا 7 حلقات مازالوا 7 حلقات وتوفى السيزون الاولى ان شاء الله. به يبدو انك ستظهر كممثل في الجزء في 7 حلقات هذوما، ما نعرفش هل الفكره هذه مؤكده ولا لا. والله انا بدي زدت مانيش متاكد، مازلت ما تصورتش. نزلت ما تصورتش، نزلت ما تصورتش. يقال انه بسام الحمراوي باش يدقدق على الدار. ديما ندقدق على الدار، ديما ندقدق عليه. قدام الكاميرا. يمكن 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 تفضل ولا ليه؟ والله انا ريت الاولاد اللي موجودين في سيت كوم نشيخ عليهم الكل. انا راهو سيت ان بليزير انك تبدا من برا وتبدا تشوف فيهم كيفاش يخدموا كيفاش يمثلوا كيفاش. اي اما انت كيفش الناس حبتك ممثل والناس تحب تشوفك، كنت ممثل مهم معناتها ان شاء الله في المجال الكوميدي. لا مانيش باش نبعد على التمثيل ان شاء الله بقدره ربي، باش واحد باش يركز بالكدا. اما السنه خاطر تلهيت راهو سي با فاسير، راهو سي تان ديفي انك تخدم سيت كوم كيما كي وسط عام، راهي حاجه ماهيش سهله، راهي هي اصلا الكوميديا ما عادش سهله، وراهو الضمار راهو ما عادش ساهل، وراه ما عادش العباد تقبل، فهمني كيفاه؟ راهي معناها الحاجه اللي نعملوا فيها هي ما هي الا محاوله ان ننجحوا، فهمت؟ معناها عمرك ماكش باش تنجح. معك، اما انت فعلا اعطيني الجواب، باش تدخل ممثل ولا لا؟ ممكن. بنسبة 90 قول واحد. 90%. انا عملت لك سون باش نلقاوك ممثل. ان شاء الله. باش يكون فما موسم ثاني في الشبكة الجديدة. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ماذا بينا قاعدين تو نشوفوا مع الاداره، ماذا بينا توليوا الساعه العام الجاي حلقتين مش حلقه في الجمعه، وماذا بينا زاد نبداو على بكري شوي، والسيزون الجاي ان شاء الله باش تكون فيها اكثر حلقات. فما ممثلين جدد باش يكونوا معاكم؟ اكيد طبعا، هي حتى في 7 حلقات هذوما ان شاء الله فما. شكون في 7 حلقات؟ والله فما باش تشوفوا ان شاء الله، تشوفوا الشاب بشير. الشاب بشير ان شاء الله، باش تشوفوا منصف عبله. اي منصف عبله باش يجي خال بلحه. اي والشاب بشير ايش باش يجي؟ اللي الشاب بشير خو دودي وولد نعيم الجاني، ولد شادلي. اي دونك هو باش يجي معاهم غاديك ان شاء الله. وفما شخصيات اخرين ولكن الممثلين مازالوا ما همش ممثلين محلام، اما مازالوا ما همش. هل فعلا فما نسخه جزائريه من العمل؟ فما والله مطارب؟ صحيح فما معناها تقابلنا مع شكون، وفما امكانيه ان شاء الله مبروك بالتزيري، معناها بروجي يتخدم باكيج ان شاء الله مبروك، لو كونسيبت باللي بيرسوناج بنفس السكريبت بنفس كل شيء يحب في الجزائر. بممثلين توانسه ولا بممثلين جزائريين؟ والله هو يحب ماذا بيه ميكست،
يحب ما بين توانسة وجزائرية، وزاد فما زاد فيرسيون كلها جزائرية معناها. هل فعلا السيت كوم مطلوب البر؟ صحيح، وديجا باش نقول لك سكوب، السيت كوم تاعنا شريته كانال بلوس في فرنسا، دونك شركة 99 هذيا اللي هي اللي يتعاملوا مع لي بوكي الكبار الموجودين في العالم. نحب زاد نوجه لهم تحية خاطر هم حلون الباب للعالمية هذيا، موجودة معناها على فري، وباش تلقاها في لي بوكي فري، وباش تلقاها زاد على كانال بلوس. دونك اهم في لي بلاتفورم هذوما، دونك ان شاء الله في لي بلاتفورم الرقميه. يعتبر هذا اول عمل تونسي يصحح بالشكل هذايا مع بلاتفورم. نحكي على سلسله معناتها، سلسله اي سريه اي حاجه كيما هكا. والله حاجه فرحتني برشا كي معناها كي يكلموني كي وصلنا باش نعملوا اتفاق من النوع هذا. والله ارتحت نفسانيا، معناها حسيت اللي التعب نتاعنا ما مشاش خساره معناها. ارتيفاي دخلت على الخط زاد كيف كيف ارتيفاي، والله اي كلموني ولكن قلت لهم راني هم حبوا زاد خاطر توا ارتيفاي قاعدين ياخذوا في برشا سيريات من تونس والافلام التوانسه، يحبوا يعملوا البلاتفورم نتاعهم، يحبوا يكبروها. وديجا نوجه لهم تحيه خاطر ما يستاهل الشيء اللي يعملوا فيه، وحاجه جديده في تونس وكل شيء. كلموني ولكن انا وصلت صححت معهم هم، دونك صححت مع شركه 99 مع كانال بلوس. هذاك علاش قلت لهم راهو عندهم الاكسكلوزيفيتي هذاك علاش. اذا كان فما عروض صيفيه اي نعم باش تواصل مع كريم الغربي الديو. ان شاء الله ان شاء الله، احنا حابين نرجعوا زاد البريود هذيا، ولكن كيما ترى معناها الظروف ما تسمحش صراحه باش نعملوا عروض مسرحيه. يا اخي كي تقابلت انا وكريم قلت له تو احنا مادامنا قاعدين بطلت نكتبوا معناها نعملوا حاجه جديده معناها فهمتني، باش كي ترجع ان شاء الله يا ربي تتعبى المسارح وتتحل قاعه السينما وكل شيء، نرجع ان شاء الله معناها ابار دوبل فاس مسرحيه اخرى جديده فيها انا وياك، اما بروحه جديده وقصه جديده وحكايه جديده وفانيت جدد وضحك جديد وكل شيء. كتبتوا بديتوا تكتبوا؟ بدينا. بالنسبه العمل اللي باش تخدمه مع لبنى الزديري وماجد اللي انت باش تكون المخرج ان شاء الله، ان شاء الله كنحب رب. وين وصلنا؟ والله في اللمسات الاخيره، ولكن ننتظر ان شاء الله ربي يفرجها ان شاء الله، وبعد علينا البلا يرفع علينا البلا ان شاء الله. كي ترجع ان شاء الله باش يكونوا موجودين معنا في الساحه بمسرحيتهم. بس بنشكرك برشا. انا زاد نشكرك برشا، يعطيك الصحه ربي يفضلك ونورتنا. ميرسي بوكو. وبالحق يعطيك الصحه على خاطر خدمت سنه خدمه كبيره برشا، كنت موجود في اكثر من مشروع، والمشاريع الكل محلاهم، ونعرف انه فيهم برشا تعب وبرشا تضحيات. اما ان شاء الله مبروك، هو اللي خذ لي اكثر وقت واكثر مجهود واكثر تعب. هذاك علاش هذاك علاش نفرح فريمون كي نلقى ايكيب، سامحني باش نطول عليك، كي نلقى ممثلين كيما كيكا محلاهم، كي نلقى عباد عاونتني من خارج معناها ليكيب، كي نلقى عباد وقفت معايا معناها لهنا في اولها منتي زاد هادي، كي نلقى زاد حتى ريت المستشارين بالحق والله محلاهم طلعوا معناها تدق الباب وتوريهم المشروع وكل شيء، يحبوا يدزوا معاك معناها ماهيش الغايه نتاعهم. نوجه لهم زاد تحيه، ونوجه تحيه للممثلين، نوجه تحيه زاد لليكيب تكنيك اللي خدموا معايا واللي تعبوا معايا واللي ضحاوا معايا، واي شخص عاوني حتى بكلمه طيب نتاع مثلا نقول له اسمع راني حاب نعمل حاجه وسط العام، ما يقوليش لا ما تعملش، يقول لي اعمل يا بسام. ريت هذايا كلمه اعمل يا بسام، لا تستحق منك فلوس، لا تستحق منك مجهود، لا تستحق منك حتى شيء. كنت تقولها لي بسام معاك قلبا وقالبا، هكا تقولها لي معاك وان شاء الله ربي يحلها في وجهك، اقسم بالله العظيم راك تسمع عاونتني على الاخر ونفرح على الاخر. وبربي امتي ميساج لا عاد تهبطوا الماء في الركيب لحتى شخص. ريت اي فكره مجنونه باش يقولها لك يحب يعملها، تقول لي سايب عليك وش بيك يا مابول يا درشنو كذا، قل له ان شاء الله ربي يحلها في وجهك. ما حتى ما عندكش فلوس باش تعاونه باش يحققها، ميساج ما فهم حتى مشكل. ما عندكش الجهد ولا الطاقه انك باش تعاونه انه يعملها، ميساج ما عندكش، ميساج فهم حتى مشكل، قل له ربي معاك، ولا حتى ادعي له بالخير، ادعي له بالخير وان شاء الله ربي يوفقه. وكه ما تطلب منك حتى شيء الحكايه، ما تتصورش قداش تعاون يا هادي. الكلمة الطيبة ما تصورش قداش تعاون. أكيد. بسام يعطيك الصحة، خلي لي كلمة الختام. كلمة الختام يلزمني نسلم على العيلة. أي. خاطر ديما يبدو راك ربي يفضلهم. يعيشك ربي يفضلك، نوجه تحية كبيرة لأمي نقولها ربي يفضلك، الحاج الأسعد والدي العزيز اللي أنا فخور به ونحبه برشا زاد نوجه له تحية، نوجه تحية لأخياتي مروان وميمة ومحمد وأنسة وبنتها
ومروان وكلكم العائله كلكم نحبكم برشا 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 برشا. ونوجه تحيه زاد لامي اسيا، ونوجه تحيه زاد لزوجتي الحبيبه وجيشي الوحيد، نقول راني نحبك برشا. وتحيه لكل من يتفرج فينا، وان شاء الله رمضانكم مبروك، وان شاء الله عيدكم مبروك، وربي يحمي تونس وبعد علينا البلاد. بساب الحمراوي نشكرك برشا، ربي يفضل. بعد 6 جمعات من الاكتشاف والفرجة في فقرة عيش ثنيتك مع شيلي ليكس وشيل فيول سيف، الليلة وفي الحلقة 7 وجدتنا باش تكون عاصمة الأغالبة مدينة القيروان العريقة. السلام الناس الكل، رمضانكم مبروك. اليوم أيمن عمار معكم في إكسبرينس جديدة في عيش ثنيتك. الإكسبرينس هذايا باش نتعرفوا على مدينة جميلة وجميلة جدا، نحكيو على القروان. كنت حابوا تعرفوا أكثر شنو صار، يلا تابعونا. قبل ما نبداو رحلتنا كالعادة مشينا هزينا كرهبتنا اللي باش نعيشوا معها الرحلة متاع اليوم، جيلي جي إكس 3. كالعادة لازم قبل ما نبداو رحلتنا نتفقدوا الكهرباء متاعنا، هذاك علاش مشينا لستاسيون شيل سورتي سود، صبينا لو كاربيرون شيل فيول سيف، لو كاربيرون ايكونوميك اللي يحافظ لك على موتور كهربتك. من بعد تفقدنا الزيت، اكيد زيت شيل ليكس، الزيت اللي حسن من البيرفورمانس وديوري دفي متاع الكهرباء متاعنا. واخر حاجه تفقدنا العجالي وبدينا رحلتنا. شيل فيول سيف هو لو سول كاربيرون اديتيفي في تونس اللي يتباع بنفس سوم الكاربيرون العادي، دونك شيل فيول سيف يوفر لك في المصروف نتاع كهربتك مهما كانت الديستانس اللي تبا باركوري. اون بلوس كو سا الكاربيرون نتاعنا يحمي الموتور.